لقد اجتاز الرجل نات جيمس جميع المراحل الأولى من امتحان القبول لأكاديمية تدريب الأبطال الخارقين. كانت اللجنة ستختبر قدرته على تحديد من يجب إنقاذه أولا في المواقف الطارئة، لذا عرضوا عليه بعض الصور وأرادوا منه أن يقرر من هو في خطر حقيقي. هل يمكنك مساعدته؟ إليك أول صورتين. في الصورة الثانية، القطار لا يتحرك والأضواء لا تعمل، وهذا يعني أن الرجل يستطيع العبور دون أي خطر. أما بالنسبة للمرأة التي تستحم وتحاول تجفيف شعرها، فليس من الحكمة استخدام الأجهزة الكهربائية في حوض الاستحمام، لذا يجب على جيمس إنقاذها أولا. الآن ألقي نظرة على هذه اللقطات التي تصور شخصين يسقطان من على جرف. هل يمكنك مساعدة جيمس في اكتشاف من هو المعرض للخطر الحقيقي هنا؟ قد يبدو أن الرجل الذي يحمل المظلة يسقط أسرع من الرجل الذي يحمل الكيس البلاستيكي، ومع ذلك فإنه سيسقط مباشرة في الماء، في حين أن هناك صخرة حادة أسفل الرجل الذي يحمل الكيس البلاستيكي مباشرة. لذا في موقف كهذا يجب على جيمس إنقاذه أولا. الصورة الأخيرة كانت ستحدد ما إذا كان جيمس سيقبل أم لا، من الذي ينبغي أن ينقذ أولا؟ السيدة المنهمكة في هاتفها في الصورة الثانية آمنة، فبالرغم من أن حركة المرور تبدو مزدحمة، إلا أن الأضواء تظهر إشارة واضحة للسير والسيارات متوقفة. لكن الرجل في الصورة الأولى ترك ملعقة معدنية في الميكروويف الذي يشك على تشغيله، وهذا أمر خطير للغاية. تم قبول جيمس أخيرا في أكاديمية تدريب الأبطال الخارقين، ولكنه لم يكن ينوي استخدام اسمه الحقيقي هناك. كان عليه اختيار اسم بطل خارق لنفسه. هل يمكنك تخمين اسمه؟ قد تساعدك هذه الرموز التعبيرية. اسمه كبطل خارق بالإنجليزية هو ثاندربولت تايتن. لقد حان وقت التخرج. في الحفل أراد مدير الأكاديمية مكافأة ثاندربولت تايتن لأنه احتل المركز الأول في فصله. قدم له صندوقا غامضا يحتوي على لوز. في الداخل كانت هناك بدلة جديدة وعباءة وأداة عالية التقنية، ولكن فقط إذا تمكن ثاندربولت تايتن من فك الشفرة. هل يمكنك مساعدته في حل اللغز والحصول على مكافأته؟ انظر إلى تسلسل الأرقام، ماذا يأتي بعد ذلك؟ الإجابة الصحيحة هي 72 و 38، ما عليك سوى تحريك الرقم الأخير إلى الأمام. ذات يوم عندما كان ثاندربولت تايتن في منزله، قام شخص ما بوضع ملاحظة تحت بابه، لكنها كانت مشفرة بتسلسل أرقام غريب، وتحت الأرقام كان هناك تلميح: فكر في جهازك. هل يمكنك مساعدته في فك شفرة الرسالة الغامضة؟ لفك تشفير تسلسل الأرقام هذا نستخدم لوحة مفاتيح الهاتف المحمول. كما يشير التلميح، حيث يمثل كل زوج من الأرقام حرفا، يشير الرقم الأول إلى رقم لوحة المفاتيح، ويحدد الرقم الثاني موضع الحرف على هذا المفتاح. على سبيل المثال يترجم رقم 42 إلى H، لأن الرقم 4 يتوافق مع زر GHI، والضغط عليه مرتين سيعطيك H. باتباع هذه الطريقة تكون الرسالة الكاملة المفكوكة هي بالإنجليزية Help Now، أي ساعدني الآن. أحضر أحد الأشرار من الكون المتعدد جميع أنواع المخلوقات إلى كوكب الأرض، وكانت رابطة الحماة بحاجة إلى مساعدة ثاندربولت تايتن للعثور والقبض عليهم قبل أن يطلقوا العنان للفوضى. كان أول وحش كانوا يبحثون عنه هو الزومبي، وكان لدى رابطة الحماة ثلاثة مشتبه بهم.
ألق نظرة عليهم وساعد ثاندربولت تايتن في إكمال مهمته الأولى بنجاح. السيدة الأولى تبدو متسخة تماما، ولكن من المحتمل أنها كانت تعمل في الحديقة. كيس البقالة الخاص بالسيدة الثانية يتسرب منه العصير وليس الدم، لذا لابد أن السيدة الثالثة هي الزومبي، لأن البشر لا يرتدون بطاقات المستشفيات على كاحلهم. المخلوق الثاني الذي كانت رابطة الحماة تبحث عنه كان كائنا فضائيا. ألق نظرة على المشتبه بهما، من هو الشخص الذي يختبئ من الرابطة؟ انظر إلى سجل مرضى المستشفى الخاص بجاري إم، إنه يقول إن درجة حرارته تبلغ 24 و 25 درجة مئوية. لا يمكن للإنسان أن يعاني من مثل هذه الدرجة المنخفضة من الحرارة، لابد أنه هو المخلوق. أخيرا اشتبهت الرابطة في أن روبوتا يتظاهر بأنه إنسان في حرم جامعي. لقد رصدوا 3 طلاب يتصرفون بشكل مريب. هل يمكنك مساعدة ثاندربولت تايتن في معرفة هوية الروبوت؟ قد تظن أن الطالب الثالث هو الروبوت بكل وضوح، لكنه لا يحمل سوى وشم لذراع روبوتية فائقة الواقعية على ذراعه. الطالب الأول لديه ضوء أحمر وامض داخل جيب قميصه، لكن هذا مجرد كاميرا. من ناحية أخرى، الطالبة الثانية لديها منفذ USB على أحد أصابعها، لابد أنها روبوت. ولدهشة رابطة الحماة، كان هناك وحش رابع هرب منهم، وفي المقر الرئيسي تلقوا إنذار طوارئ بأنه كان يخلق فوضى في مدينة الملاهي. هرع ثاندربولت تايتن على الفور إلى هناك. عند وصوله وجد أن تصرفات المخلوق أدت إلى عطل في رحلة قطار الملاهي، مما تسبب في أن علق 3 ركاب بشكل خطير. أيهما يجب أن ينقذه ثاندربولت تايتن أولا؟ الرجل الثاني سوف يسقط أولا، لأنه يمسك بيد واحدة فقط، وهو أمر صعب للغاية لفترة طويلة من الزمن، لذلك يجب على ثاندربولت تايتن أن ينقذه أولا. نجح ثاندربولت تايتن في إتمام مهمتيه الأوليين بنجاح، ومع ذلك لم يكن الشرير سعيدا لأنه أفسد خططه الشريرة، لذا قام بأسره وحبسه في غرفة بلا مخارج. لم يكن هناك سوى ملاحظة تقول: أجب على هذا اللغز وقد تهرب. ما الذي يمكنه ملء غرفة ولكن لا يشغل أي مساحة. الجواب هو الضوء. على الرغم من أن ثاندربولت تايتن أجاب على اللغز بشكل صحيح، لم يحدث شيء. لقد خدعه الشرير، كان عليه أن يفعل شيئا، لذا استخدم قواه الخارقة لفتح 3 بوابات لنفسه، ومع ذلك لم يكن لديه سيطرة كبيرة على قوته السحرية بعد، لذا أدت جميع البوابات إلى أماكن صعبة. فتحت البوابة الأولى في غابة مليئة بجميع أنواع الحيوانات البرية، فتحت الثانية في منتصف كوكب صحراوي، وفتحت الثالثة على حافة تلة شديدة الانحدار وصخرية. أيها يجب أن يختار؟ هل تتذكر مهمة قطار الملاهي؟ يستطيع ثاندربولت تايتن الطيران، لذا يمكنه اختيار البوابة الثالثة والطيران إلى بر الأمان من التل شديد الانحدار. ذات ليلة، كان ثاندربولت تايتن يقوم بدورية في المدينة عندما تلقى نداء استغاثة. تعرضت امرأة لهجوم من قبل سارق محفظة، وأثناء الصراع سقطت وارتطم رأسها. كانت الآن في غرفة المستشفى بدون حقيبتها وذاكرتها. أبلغ ضابط شرطة ثاندربولت تايتن أن هناك 3 رجال خارج بابها، وكل منهم يدعي أنه زوجها. هل يمكنك مساعدة ثاندربولت تايتن في معرفة من يقول الحقيقة؟
ربما يكون سارق الحقائب قد سرق حقيبتها لكنه لم يأخذ قلادتها. انظر، إنها ترتدي قلادة عليها حرف L، والرجل الأول هنا لديه وشم على رقبته مكتوب عليه ليز، لابد أنه زوجها. تلقى ثاندربولت تايتان مكالمة إنذار طارئة من مركز أبحاث الحيوانات في القارة القطبية الجنوبية. لقد سرق أحد طيور البطريق المحبوبة لديهم، وكانوا بحاجة إلى مساعدته للعثور على اللص بعد استخدام حواسه الخارقة ضيق نطاق المشتبه بهم إلى 3. ألقي نظرة عليهم، هل يمكنك معرفة من سرق البطريق؟ السيدة الثانية تبدو وكأنها تخفي شيئا تحت قميصها، لكنها حامل. تبدو حقيبة ظهر الرجل الثالث ضخمة، لكن هل ترى بطاقة الطيران المرفقة بها؟ إنها مجرد حقيبته اليدوية، لكن الرجل الأول يخفي سمكا نيئا داخل حقيبته. لابد أن هذا لإطعام البطريق، إنه اللص. أثناء سباق البطولة تم الاشتباه في تعرض إحدى السيارات للتخريب. تم استدعاء ثاندربولت تايتان إلى مكان الحادث للمساعدة في تحديد السيارة بقوة المسح الخاصة به. هل يمكنك معرفة ذلك قبله؟ ألقي نظرة على العجلة الخلفية للسيارة الثانية، إنها تتأرجح قليلا على الرغم من أن السيارة متوقفة. أوه لا!